قولي لي خلود، هلا. الحين انت تشتغلين الصبح ولا لا؟ لا، انا كنت رئيس قسم في مكتب وزير المواصلات، نعم، بس تقاعد، تقاعد طبي من لانك زمان. اي لان صار معي ديسك وسويت عمليه، اي تقريبا خدمت 11 سنه بس. زين، اي شو اللي يدفع الواحد، كونك انت امراه كويتيه وشابه وكذي، شو اللي يدفع الانسان انه مثلا انا والله اسوي كذي واقعد اسوي بوفيهات وابيع؟ ليش الاهداف؟ شنو الاسباب؟ حسيت دافع. ان عندي شيء احب يعني اسويه حق غيري، يعني اذا عندي انا مثلا شغله حاسه اني انا اقدر اسويها، ليش ما اسويها؟ يعني انا ترى ما جت الفكره، يعني الديكور انا بديت فيه من زمان. هل هو دافع من باب انا والله باب رزقي تخلي هذا الشيء هو اسويه؟ طبعا هذا شيء ثاني، بس طبعا هذا الشغله يعني ضغط مرتبه ثانيه، بس المرتبه الاولى حبيت ان شغلي يطلع حق الناس، حبيت اني اشوف شنو رده فعلهم. نعم. اي ما لقيت هي وايد مثلك. انا قبل شويه وما تكلم سمعتي كلامي خلود، قلت انا في ما شاء الله قمنا نشوف كثير من نساء الكويت بنات وكبار، صح، انه صار عندهم توجه الى عمل الاكلات الكويتيه، صح، والطباخ الكويتي، صح، والتفنتج اكيد صح. انت العيوش الالوان يعني شلون هي على بالك؟ هل هو موجود يعني اختك؟ انت اختك تعلمتك اي الالوان؟ اختي اللي علمتني هذا. نعم. يقولون يا خلود الطبخ نفس، صح صح؟ صح قولي لي شو يقصدون بهالكلمة هذه؟ يعني ما ادري، هو يعني لما انت تطبخين الشغلة، انا احس لما انا اسوي الشغلة احس بطعمها غير لما اروح مطعم. انا قبل لا يعني قبل لا ابلش شيء بشغلات عميقة وكذي، لما كنت اروح المطعم كان يعجبني شغلي، يعجبني شغل المطعم، بس الحين لا، صار يعني مو كل مطعم احس انه، لأن نعم. ما أدري يمكن عشان هي مو ثقة، لا استغفر الله ما قصدي كذي، بس نعم. إن الواحد لما يطبخ يعرف. أنا قبل ما كنت يعني أسوي شغلات خفيفة، نعم. ما كنت يعني أتعمق كذي عيوش، كنت أخاف حتى من يعني المقياس وكذي، بس لما سألت الوالدة وأختي وهذا تعلمت، وطبعا فتفيت يعني هم أنا أخذ منها شغلات وايد، نعم. بالكتالوجات الكتب هذه، يعني هذه وايد فادتني. نعم. وقت البوفيه من يساعدك؟ انا ومعي بنتي واختي تسوي معي يعني كذا شغله يكون بيني وبينها يعني. نعم. عاد احنا الشاب بالامور الحين يقول الحين يابوني حطوني قدام الكاميرا وما يدرون عني. لا عادي حبيبي. قول حمود، انت قبل شوي شفنا صوره لك قبل شوي وايد حلوه عن فوزك في في اعداد الحلويات. الحين من المسوي الحلويات اللي قدامي؟ هذا انا مسوي. مخرجتنا ساره اللي اشر عليها حمود. نشوف. الله، شوف ها طاح بالصوره ايش حلوها، كان انا اعطيتك جائزه لان انا مدمنه ترى حلو. ها هذا انت مسويها؟ اي هذا انا مسوي. زين، واحد من الشباب المصورين الله يعطيكم العافيه يدز البتاعه يبوها. تسلم، شكرا شكرا شكرا. قل لي الحين يا حمود هذا شو اسمها؟ هذا اسمها فولكينو. شو اسمها؟ فولكينو. فولكينو. فولكانو. البركان؟ البركان. البركان ترجمة أمك، ترجمة فورية يمك. زين، شنو محتوياتها؟ هي دارك شوكليت كيك وفوقها صوص، طبعا نسوي طبقة طبقة. أنا بسألك قبل لا تشرح. المكونات اللي فيها جاهزة ولا لا؟ الكيكة جاهزة. كيكة جاهزة، لأن أنا بس أنا أسويها بالبيت يعني. إي. لا لا، الكيكة هذه. هذا الكيك المربعات اللي مسويها انت كذي مركبها هذه، هذه جاهزه قصصتها؟ لا اسويها بالبيت انا. ها مطبوخه في البيت. ايه ايه. اوكي بعدين واقطعها صغار صغار اصففها طبقات. زين، وعلى كل طبقه صوص. عندك شوكه؟ ايه. زين زين، ولما اكمل الشكل كله بعدين احط ازينها بالكاكاو وبعد زينها بلون ذهبي. هو فيها العود اذا تبي. نعم، بس ما كان موجود. هذا الحين شغلك؟ هذا شغلي. ايش كثر خذ منك وقت؟ ياخذ من ساعة، ساعة ونص إلى ساعتين. أحد يساعدك؟ أنا ما أحب أحد يساعدني. بروحك؟ إيه؟ والله يا بخت مرتك يا جماعة. يا بختها ترى بس بالحلو. والله يا بختها يقعد يسوي لي كذي حلو كيك. خلينا نشوف الحين. لا عاد هو يصير سيد. أنت حاط مارشميلو كبدة الفرس؟ لا 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 لا, لا هذا كيكتك؟ إيه؟ خفيفة وايد. لأنها صوص وياها. بعد أسوي كيكة البرد اسمها آيس بيرج. ترى اللي هي مو حاليه، انا احب السكر وايد، هي مو حاليه يعني اكو ناس اللي فيهم سكر ولا شيء حسرتي مصورين، ابعطيكم بعدين.
هي مو حالي على فكرة، يعني سكرها وايد وايد زين ما شاء الله عليك. شلون قدرت تضبط السكر كذي بهالطريقة هذه؟ بعد محاولات وايد أنا ضبطت الصوص. كم عمرك؟ اسم الله على عمرك. أنا 18 سنة. 18 سنة، الله يخلي لك اياه. الله يسلمك يا حبيبي، تسلمي. اي والله صار معناته، هل يعني انت حبيت الشغل الوالده فمن كذي يعني يرتك صوبها؟ زين، هذا طبعا جاهز. هذا كاكاو جاهز، احنا عاد نذوق لان فينا فقره كاكاو. عليك العافيه. طيب الحل الثاني اللي يمك هذا والدتي مسويته. زين، خلينا نرجع حق والدتك. تفضل. شو اسم الحلو اللي سويتيه؟ ويا ريت تجيبونه بعد على اساس نشوف. انت ماعين تقال لكن ماعين خفاف عشان نقدر نشيلهم. اذا من فوق من فوق من فوق الله يرضى عليكم صوره. شو اسمه خلود الشغل؟ حلو البافليون. بافليون. زين، هو ما مستوحى الاسم ما اخذته؟ هو من مول ماليزيا لان انا احب ماليزيا فمسميته على المول اللي هناك. اسمه بافليون. اي يعني اكو مول في ماليزيا. اي هو كان حق بيت التمويل الكويتي بس بعدين هم اخذوا. فسويتي انت وفنت والله يعافيكم. حطوا صور على الاكل الله يرضى عليكم حبايب. ساره حطي لنا الصور الله يرضى عليك يا قلبي. هذا الحد اوكي، خلوا الناس تشوف على اساس يطالعون شغلها شلون التنسيق وهذا. هذا شو مكوناته؟ هو على تويكس. هذا شغل تويكس اهل الديره. هذا الطبق على تويكس. انزين، هو يكون مكوناته انه يكون في تويكس وهذا معطي طعم شويه ونفس طعم تيراميسو تقريبا لانه يكون في بعد نسكافيه. نعم. وش كثر اخذ منك الوقت؟ تقريبا ساعه. ساعة ها؟ أيه. بس الحين احترم اليوم انا حلقة اسمها حلقة الصمت لان انا اكل وبسكت والجماعة الكنترول بعد كيفكم اخذه من تحت. اي لانه ذايب، هو كان بارد بس انا حطيناه ذايب. لا اخاف من تحت. لا هو الاساس ان هذا تحت. زين خوش دعاية سارة. صار حار وهو حلقة بارد. لا صج طعم تويكس بس ذايب. اي ذاب حصافه. يعطيك العافيه ما قصرتي. الله يسلمك. طبعا انت الحين جابت لنا نماذج كنا احنا في استوديو. اكيد صح. وهذا هل اذا مثلا احنا دقيت عليك تليفون وقلت ايش نبي قده؟ نفس اليوم؟ لا نفس اليوم. باكر نبي قده. اي تسوينه؟ اي اذا ما كان عندي اوردر ثاني اسويه. زين انت جايبه منيو؟ عندك ايه؟ منيو؟ في منيو. اي والطلب بعد المنيو يطلبونه الغداء. ايه؟ تجيبين الغداء في سلطات والطبخه الاصليه والشوربات. ايه ومع الحلو. اي بس تكفي ولا سلم عمرك؟ عمرك كم يدفع الواحد؟ على حسب. لا كوني يعني صريحه يا خلود. لا صح صح. لا اقول لك يعني مثلا عندي العيش البرياني مثلا هذا العيش الاخضر هذا اللي قدامنا. اي مثلا البرياني تقريبا كبير هالكبره هو. أيه. يعتبر نفس خان ترى حق 10 اشخاص ب 15 الطبق الكبير البرياني دياي. أيه. برياني دياي يطلع ب 15. يطلع ب 15 زين. اذا مع السلطه هذه مع القدامي السلطه يكون معونها نفس اللي تحت الاخضر كبير هذا. أيه. ناتشز. أيه. اي تقريبا حق 10 اشخاص ب 9. ب 9. اي 9 و15 حسبوا يا جماعه انا ترى كسلانه في الحساب. 24. اي والسويت عندي على 8. والسويت على 8. اي 8 و24 32 دينار. والله شوف هذا القد حق في اي بي. زين جد والله لان الشكل راح يكون. اي شكل حلو. طيب خلود اذا الحين تكلفه الغداء مثلا اذا واحد طبخ 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 كلف 32 البوفيه امانه كم يكلف تقريبا؟ تقريبا انا عندي السخان الكبير الصغير 15 والكبير 25 اللي هو اكبر حجم بشكل عام. البوفيه الحين مثلا انا ادق عليك اقول لك خلود ترى انا ابي باكر بوفيه. أي. كامل حلوياته سلطاته شوربات تسوين طبعا كل شيء انا اسوي بس ما حطيتهم بالمنيو يعني ما لان راح اخذ منيو بالحلويات بالسلطات وكذي وابي البوفيه مثل باكر او عقب باكر حق 20 شخص. اي كم يطلع على اساس النوع اللي هي تبي؟
يعني هيش شنو تبي مثلا سخان شنو سخان السلطه كم عددها نعم. الحلو احسبها لها نفس الطريقه نعم أي. تعتقدين انت الحين يعني بيطلع هو يمكن 300 400 دينار 500 لا 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 لا, لا. لا. لا انا سويت حق واحده تولي معلي طافت طلبت اربع سخانات اطباق رئيسيه الكبيره على 25 وسويت لها ثلاث انواع حلو وثلاث انواع سلطات ب 150 ب 150 زين 150 زين يعني كم حق يكفي كم شخص هي طالبه حق 50 شخص بس هي طالبه يعني هي مسويه مسويه يعني هي طالبه اي هم هي بعد نعم اللي يطلبك يطلب منك يعني ايش كثر مثل انا اذا دقت عليك اليوم تقولي لي لا باكر ما اقدر حق البوفيه ولا ياخذ لا البوفيه اكيد لازم قبلها على الاقل يعني اربع ايام خمس ايام اربع ايام ايه خمس ايام ايه مع المنيو طبعا توصلينها له ويختار الاشياء اللي يبيها تبتدين تعدينها ايه ايه في عندك مطبخ في البيت رئيسي حق هالموضوع هذا ولا في مطبخ بيتك العادي يعني هو انا عندي مطبخ تحضيري فوق هو الشغلات انا قاعد اسويها يعني في شغلات البسيطه اسويها فوق وعندي مطبخ رئيسي تحت كبير نعم ايه ما يضايق ريلك في البيت لويا مالت مو انا عشان كذي قاعد اقول لا ريلي بالعكس هو اللي مساعدني بالموضوع هذا يعني وايد وايد دعمني بالموضوع شغلي وكذي وهو اللي شجعني ان انا اطلع بالموضوع والله نوجه لك بر تحيه يقولون وراء كل رجل عظيمه امراه نقول وراء كل امراه عظيمه رجل اللي يعني خلينا بتحكي كويت يعني لو يصير ايه عندكم وايد ترى وانتم قاعد في البيت لا هو تكون تحت يعني حتى لو تحت ساعات بعض الرجال وايد الازواج ينزعجون من اللويه أنا مطبخي تقريبا نفس اللي يعني تطلعين في الباب بعدين تدشين لبرا يعني ما له علاقة خارجي كلش ما له علاقة لا لا طيب ساعدك بشنو وريلك مثلا هو اللي دعمني يعني وايد بشغلات تشجيع علي في بداياتك كل شغلة في بداياتك أول ما جتك الفكرة أي وقلت أنا والله ودي يعني أنطلق أسوي الشغلات هذه كان ديكور داخلي أو إن كان الأكلات فن تقديم الأكلات صح لقيت منه تجاوب اكيد شنو المساعدات هو الراي له يعني اذا هو وافق لي انا هو اللي يقول لي جو اهد خلاص انا امشي فيه يعني نعم هو اللي يدعمني ويعطيني افكاره ويقول لي كذي احسن شو انا اخذ برايه جزاه الله خير ما قصر أي يعني أي هذا الدعم عطاش دافع كبير اكيد على اساس ان انت تنطلقين صح حمود ايش كثر انت واقف مع امك نعم اي عندي اتصال من سهيله بنت خلود نقول الو الو السلام عليكم السلام يا هلا سهيلة شلونك؟ الحمد لله تمام الله يسلمك انت سهيلة بنت خلود ها؟ ايه نعم شفتك بعد انا بعد كنت تساعدينها في البود ذيك المرة وكنت موجودة صح؟ اي صح نعم خلود انت تساعدين امه انت طالبة؟ اي انا طالبة اي صف؟ اولى جامعة اولى جامعة اولى جامعة اي مشغولة بدراستك ولا تساعدين الوالدة؟ لا يعني اوفي بين الاثنين ادرس واساعدها زين زين ايش رايك بشغل امك؟ ماكو عشان مجروحه اكيد متحن فيها ها؟ ها؟ اي اكيد يعني تساعدينها؟ اي اساعدها تساعدينها الحين حمود شاب الحليوه اللي قاعد يمي هالولد ايش حلوه اسم الله عليه الله يحفظه قد سوى كيكة وفاز فيها في 360 انزين انت شنو اللي سويتي وقدمتي يعني والحلويات اللي هذا الكيكة فالكانو اللي جايب لنا اياها انت شنو من علي طلعتي وش تقدمين اقدم حلو اللي انت اي اللي تذكتي المارس بارز هذا لا ذقتي بالمعرض اللي ذقته في نسيته اي والله حسافه اي زين ايه بلا اللي مع القهوه المدوره اي اي انت ذكرتك متحجبه مو صح؟ اي بلا اللي مسويه الكورن فليكس ومع القهوه اي زين كملي سهيله واسوي كب كيك كب كيك اي وفي حلو ثاني البينات زين يعني ما شاء الله انتم كلكم عائله لا اله الا الله محمد رسول الله العائله كلها شطار بين الحلويات وبين الطباخ وهذا الشيء وايد يفرح نعم مخرجتنا سارة تقول ما يطلبون فاست فود برا تطلبون فاست فود لا لا نطلب للاسف يعني تقول لك يا سارة يطلبون لان انا مدمنة فاست فود للاسف لا يلا يقول لك باب النجار مخلع يا ساره انزين فمدمنه الفاست فود وتقدم حق الناس الاشياء الصحيه والصحيه سوى كروش شويه العيوش بس احنا ما لنا غناتنا عن العيش ككويتيين يعني
مشكوره يا سهيله يا حبيبتي، تسلمي لي. العفو. بسم الله عليك.